الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع بعض النهارده إن شاء الله الشابتر الرابع في مايكرو العملي. في خبر كويس كده قبل ما نبتدي، إن الشابتر ده مجرد شوف مبدئيا الشابتر ده مهم جدا وبيجي في الامتحان بطريقة غبية، لأن كله سلايدات. رقم اتنين، الشابتر ده مجرد ما بتخلصه فأنت تقريبا تعتبر خلصت المنهج، واللي الجاي كله كلام هايف، لأنك أنت خلصت أكتر من حاجة و30 صفحة في الكتاب. فدول أخبار كويسة، فتعالى نخش بقى في شرح على طول من غير ما نتكلم كتير. مبدئيا الشابتر اللي معانا اسمه بايو كيميكال رياكشن. طيب مبدئيا ما فيش حاجه في الكتاب اسمها بايو كيميكال رياكشن، يعني مفيش شابتر اسمه بايو كيميكال رياكشن. طيب رقم اتنين، الناس اللي ملاحظتها حلوه هتلاقي رقم ثلاثه قبله بايو كيميكال رياكشن، مع ان ده الشابتر الرابع مش الثالث. رقم ثلاثه ده يا ولاد مش عدد الشابتر، امال ده ايه؟ بص، الشابتر اصلا الاساس اللي في الكتاب اسمه ايدنتيفيكيشن اوف بكتيريا. انت لو تفتكر الشابتر اللي فات اللي احنا كنا بنشرحه كان اسمه حاجه اسمها كالتشر ميديا، وده كان بيعلمنا المفروض ان احنا نعمل مزرعه للبكتيريا ازاي. المره دي في الشابتر ده المفروض بقى نبدا نتعرف على البكتيريا دي، تمام؟ فالشابتر كله اسمه ايدنتيفيكيشن اوف بكتيريا. في اكتر من طريقه ان احنا نعمل بهم ايدنتيفيكيشن، من ضمنهم البايوكيميكال رياكشن دي. بس البايوكيميكال رياكشن دي الطريقه الثالثه، معنى كده ان في طريقتين قبل كده؟ ايوه. طب ايه الطريقتين دول؟ الميكروسكوب اللي احنا اوريدي شرحناه، والكالتشر نفسه الابيرنس بتاعتها، يعني مظهر الكالتشر اللي انت عملت فيه. فالبايوكيميكال رياكشن دي رقم ثلاثه في طريقه الايدنتيفيكيشن، انها مفيش حاجه اسمها بايوكيميكال رياكشن في الكتاب، يعني مفيش شابتر اسمه كده، تمام؟ ده جزء من شابتر، حتى هنا بيقول لك ايه؟ واحد رقم خمسه، يعني فاهم، مكمل على اللي فات. بس ما علينا، دي حاجه مش هسالك عليها، بس انا بفهمك الدنيا ماشيه ازاي. مبدئيا يا اولاد قبل ما نبتدي في اي حاجه، بايوكيميكال رياكشن دي يعني برضه بسرعه، دي بعض التفاعلات الكيميائيه بتحصل في المعمل بهدف ان انا اطلع نتائج، بالنتائج دي اعرف اذا كانت البكتيريا، ان انا اتعرف على البكتيريا دي، تمام؟ طيب مبدئيا بس تعالى نقراهم كده بسرعه، احنا عندنا اكتر من تيست يا اولاد، عندنا تيستات كتير، عندنا رياكشنز كتير، مطلوب مننا حفظهم لان كلهم علينا سلايدات. بس كلام جميل وسهل خالص ومتسكم، وهقول لك ان شاء الله تسكيمه كل واحده بسرعه كده. مبدئيا اول واحد معانا اسمه شوجر فيرمنتيشن، الثاني اندول، الثالث الام ار في بي سيتريت يوتيلايزيشن واليوريز والهيدروجين سلفايد والتي اس اي. طبعا انت مش فاهم حاجه، هتفهم واحده واحده. مبدئيا انت مش عارف اول واحد حاجه اسمها شوجر فيرمنتيشن تيست. طيب من اسمه كده، واسمه شوجر فيرمنتيشن تيست ليه؟ بص، قبل ما نبتدي في اي حاجه، في حاجه بس عايز اعرفها لك الاول، كلمه لازم تفهم معناها، حاجه اسمها انديكيتور. كلمه اسمها انديكيتور، يعني ايه انديكيتور؟ انديكيتور ده ولاد ماده بنحطها في الوسط بتاع التفاعل، بحيث لما يحصل تفاعل معين الانديكيتور ده يبدا يتغير لونه، فاعرف ان التفاعل حصل، تمام؟ ده كده اسمه انديكيتور، ما تنساش الحته دي. ما علينا، تعالى نخش في شرح على طول. وكلمه انديكيتور ده هناخدها على يعني في التستات كلهم، بس الدكتور ربنا يبارك له بصراحه مجمعهم في صفحه كده، هبقول لك لما نخلص الشرح، تمام؟ ما علينا، اول تيست مع بعض حاجه اسمها الشوجر فيرمنتيشن تيست. طيب شوجر فيرمنتيشن تيست ده اصلا من اسمه، يعني ايه شوجر فيرمنتيشن تيست؟ بص انا هشرح لك الاول كل تيست بالبلد الاول، تمام؟ ده ببساطه خالص، بجيب تيست تيوب زي ما انت شايف كده، واحط فيها شوجر سكر يعني، وبعد كده اجيب بكتيريا. البكتيريا دي المفروض ان هي تتغذى على الشوجر وتعمل له حاجه اسمها فيرمنتيشن. لما تعمل فيرمنتيشن للشوجر يا ولاد، يطلع لي اسيد، يطلع لي اسيد حمض. الحمض ده لما يطلع يخلي البي اتش بتاع الوسط يقل بالظبط كده، وبالتالي الانديكيتور بتاعي يتغير لونه، وبالتالي اعرف ان في تفاعل حصل او ان البكتيريا تغذت على الشجر اللي انا حطيته ده. فهمت حاجه؟ فده كده اسمه شوجر فيرمنتيشن تيست. طيب مبدئيا السلايد دي لو جت في الامتحان اقول عليها ايه؟ هيقول لك مبدئيا ايدنتيفاي، ده اسمها ايه؟ شوجر فيرمنتيشن تيست. بستخدمه في ايه؟ بص، تيستنج ذا افكت اوف بكتيريا اون ديفرنت شوجر. يعني عارف يعني ايه افكت اوف بكتيريا؟ اللي هو ان البكتيريا تعمل فيرمنتيشن بالظبط كده. طيب ده كده اليوز. الكومبوننت الشوجر فيرمنتيشن تيست ده بيكون من ايه؟ مبدئيا الشوجر فيرمنتيشن تيست يا ولاد بيكون من اربع مكونات. اول مكون الميه اللي قدامك دي حاجه اسمها بيبتون ووتر، الميه فيها بيبتون. بيبتون ده امينو اسيدز كتير يعني بهدف التغذيه، ده اسمه بيبتون ووتر. ده كده رقم واحد. رقم اثنين حاجه اسمها الشوجر نفسه، لان اسمه شوجر فيرمنتيشن فمحتاج سكر. طبعا الشوجر بتركيز 1%. طب مين الشوجر اللي بحطه؟ قال لك احنا عندنا خمسه تيست شوجر ممكن تستخدمهم: جلوكوز، لاكتوز، مالتوز، مانيت، سكروز. وتحفظهم اكتر من اسمك: جلوكوز، لاكتوز، مالتوز، مانيت، سكروز، تمام؟ ده كده تاني مكون. اول مكون كان ايه؟ كان بيبتون ووتر. التاني الشوجر نفسه. رقم ثلاثه الانديكيتور بتاعي. الانديكيتور اللي معانا هنا يا ولاد ان شاء الله النهارده حاجه اسمها اندريدز انديكيتور. اندريدز انديكيتور ده اسم واحد، انديكيتور مش انديكيتور ده اسمه، اندريدز ده اسمه، تمام؟ بتركيز برضه 1%. بس معلومه لازم تعرفها، ان الاندريدز انديكيتور ده طبيعي لونه كلرليس، لما احطه المفروض ان هو زي ده كده مالوش لون، ولما يحصل اسيدز في الموضوع يعني البي اتش قلت يبدا يتحول لريد زي ما انت شايف حضرتك كده. وده كده بقى تالت مكون. اخر مكون انت ملاحظ التست تيوب الكبيره، في جواها تست تيوب صغيره اهيت. التست تيوب دي اسمها درهام تيوبز او درهامز تيوب. التيوب دي زي ما انت شايف كده صغيره، مفتوحه من تحت من هنا، مقفوله من فوق. طبعا انفيرتد دي يعني مقلوبه، تمام؟ فدي اسمها درهام تيوب. بكده احنا كده قلنا كام كومبوننت؟ اربعه: بيبتون ووتر والشوجر والاندريد انديكيتور والدرهام تيوب. كلام جميل خالص. بعد كده يقول لك التايب اوف رياكشن. تايب اوف رياكشن ده يا ولاد يعني اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف، يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. طيب قال لك في تيست رقم واحد ده، تخيل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بالظبط كده نيجاتيف. اشمعنى نيجاتيف؟ نيجاتيف دي يعني ما حصلش رياكشن. اشمعنى؟ لان الانديكيتور اصلا طبيعي كلرليس، لو اتغير لون يبقى حصل رياكشن، ما اتغيرش لون ده اتغير لون ارجع.
طب ده اتغير لونه؟ لا ما اتغيرش، معنى كده ان ده نيجاتيف، كلام جميل. بعد كده التست تيوب رقم واحد نيجاتيف نون فيرمنتد، يعني ما حصلش فيرمنتيشن للشوجر وما حصلش ليبريتنج الاسيد، وبالتالي ما حصلش بي اتش ان هو يقل، وبالتالي الاديكيتور ما اتغيرش لونه، تمام؟ ده كده التست تيوب رقم واحد. طب التست تيوب رقم اثنين قال لك ده بوزيتيف بقى، اشمعنى؟ لان حصل ريد كلر، ريد كلر يعني حصل برودكشن اوف اسيد. زي مين البكتيريا ممكن تعمل كده؟ زي السلمونيلا، هنحفظ بس نوع واحد السلمونيلا بتاعت البكتيريا. طيب بالنسبه للتست رقم ثلاثه، تيست تيوب رقم ثلاثه، ايه الفرق بين رقم اثنين؟ لو انت قوي ملاحظه هتلاقي ان الدرهام تيوب، الدرهام تيوب اللي هي التيوب الصغيره دي، في جواها بابل، بابل يعني فقاعه غاز، تمام؟ اشمعنى بقى؟ قال لك ان في بعض انواع البكتيريا بتعمل برضه بوزيتيف رياكشن، يعني بتطلع ريد كلر، وكمان بتعمل ليبريشن للجاز. هو اصلا مين اللي بيعمل البوزيتيف؟ الاسيد لما يطلع. قال لك بقى في بكتيريا بتطلع اسيد وجاز، الجاز ده هو اللي بيعمل البابل دي، ولا زي مين؟ زي الاي كولاي كده، اللي هي الاشريشيا كولاي، فهمت حاجه؟ فده كان تايب اوف رياكشن. اخيرا بقى الاستريلايزيشن، طبعا التست ده بيتعقم ازاي؟ قال لك بالكوخ استريلايزر، ورجع تاني شرح لك الكوخ استريلايزر، قال لك عن طريق 100 درجه حراريه، اسف 100 درجه سيليزيه، 20 دقيقه لثلاث ايام متتاليين، تمام؟ ده كده اول واحد معانا اللي هو اسمه الشوجر فيرمنتيشن تيست. طيب بعد كده يا اولاد عندنا التستات دي كلها ليها سكيم معينه كده اقول لك في الاخر، وكل واحده اقول لك في الاول، تمام؟ مبدئيا ده حاجه اسمها اندول تيست رقم يعني اللي بعد كده حاجه اسمها اندول تيست. مبدئيا اللي الشريحه دي اول ما تشوفها، طبعا انت مبدئيا بس عشان تسكيم صغيره كده، حرف الاي يا ولاد بيتكتب المفروض ان هو الاندول، حرف الاي مش هتعرف ان هو بيتكتب كده لو كابيتال، يعني كده كده صح؟ الاي في شرطه فوق وشرطه تحت، تمام؟ ركز كده في التيست تيوب دي عشان تعرف في الامتحان فيها شرطه حمراء اهي وشرطه صفراء اهي، تمام؟ فالاثنين تيست تيوب اللي فيهم شرطتين ده كده الاندول تيست. طيب الكلام جميل خالص. يبقى كده مبدئيا احنا اول حاجه قلناها الشوجر فيرمنتيشن، والتاني اسمه اندول تيست، اسمه اندول تيست بالبلدي كده خالص. ايه الاندول تيست ده؟ مبدئيا ده تيست تيوب بحط فيها بيبتون، بحط فيها بيبتون، واحنا لسه قايلين ان البيبتون ده سلاسل من الامينو اسيد، صح؟ في نوع من انواع البكتيريا يا اولاد بيروح على البيبتون ده ينقي امينو اسيد اسمه تريبتوفان، اسمه تريبتوفان، يقوم جاي بيشتغل عليه ويحوله لحاجه اسمها اندول، والاندول لما يطلع يعمل اكيميوليشن زي ما انت شايف كده، ويخلي الريجنت يعمل لون يا اما احمر يا اما اصفر، تمام؟ فده كده اسمه اندول تيست. نقوله تاني، اندول تيست يا ولاد مبدئيا تعالى نتكلم على طول، يعني اندول تيست ده اللي شرحت دلوقتي في الامتحان ده يقول لك ايدنتيفاي ذس، هتقول ده ايه؟ اندول تيست. طيب ايه البرنسبل بتاعته، او ده يعني ايه الفكره بتاعته؟ هتقول له ان بيقارن او بيشتغل على الابيليتي بتاعت بكتيريا عشان تعمل دي كومبوزيشن للامينو اسيد اللي اسمه تريبتوفان. التريبتوفان ده موجود فين؟ في البيبتون، لان الوسط ده لسه قايل لك في بيبتون. طيب بيحول التريبتوفان الى ايه؟ الى اندول، تمام؟ كده خلاص خلصنا ده البرنسبل يعني. طيب الكومبوننت اللي دول تيست ده اصلا بيكون من ايه؟ انا حبيت اعمله، قال لك بيكون من حاجتين، رقم واحد البيبتون نفسه، البيبتون ووتر اللي احنا لسه قايلينه المره اللي فاتت، بس انا بيقول لك وهنا بالظبط كلمه يقول لك ان الكيليتد اورجانيزم، يعني البكتيريا او الحاجه اللي انت عايزها حطها في البيبتون ووتر، من الاخر بيبتون ووتر، تمام؟ زائد الريجنت بتاعك او الانديكيتور بتاعك اللي هو هنا اسمه كيفوكس ريجنت، اسمه كيفوكس ريجنت، فيو دروبس اوف كيفوكس ريجنت، وتحفظ ده احفظ ده، تمام؟ بس ده كده كومبوننت. طيب ايه التبقى فراكشن؟ احنا لسه قايلين تبقى فراكشن يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. طيب قال لك يا اما اندول نيجاتيف يا اما اندول بوزيتيف. طيب قال لك لو نيجاتيف يبقى يلو، بوزيتيف يبقى بينك. احفظها ازاي؟ بص هي الصور مسكمه نفسها يا شباب، دايما الصوره اللي على الشمال يا ولاد، لو مثلا انت عندك صورتين، صوره يمين وصوره شمال، احنا بنسكن بالصوره الشمال، تمام؟ التست تيوب اللي على الشمال دايما هي النيجاتيف، فهنا مين النيجاتيف؟ الاصفر. مين البوزيتيف؟ البينك، تمام؟ زي مين؟ زي الكليبسيلا والاي كولاي، ده برضه نفس المثال بتاع الشجر على فكره، تمام؟ وراه فين؟ ما علينا، لا خلاص خلاص ما علينا، احفظ ما نقول هنا الكليبسيلا والاي كولاي، تمام؟ ده كده الاندول تيست. خلصناه، تعالى نخش على بعده اللي هو الام ار تيست يا ولاد، ده اختصار للمثال ريد تيست. المثال ريد تيست ده احنا سميناه مثال ريد ليه؟ الانديكيتور اللي انا بستخدمه يا ولاد في الشريحه دي او في التيست تيوب ده اسمه مثال ريد، الانديكيتور اسمه مثال ريد. بما ان احنا قلنا الانديكيتور، تعالى نتكلم على الكومبوننت اللي انا يعني ابتدى اصلا مكون من ايه؟ قال لك ده مكون من حاجتين، ماده اسمها جلوكوز فوسفات بيبتون، تاني جلوكوز فوسفات بيبتون، والانديكيتور اسمه مثال ريد، تاني جلوكوز فوسفيت بيبتون والمثال ريد. الشريحه دي عارفها منين؟ هي دي الشريحه الوحيده على فكره اللي فيها شريحه كلها احمر، او فيها تيست تيوب كلها احمر، فاسمها مثال ريد، احمر مثال ريد، احمر مثال ريد، تمام؟ طيب ايه فكره المثال ريد؟ المثال ريد فكرتها بسيطه خالص، كل الفكره بتاعتها ان انا بحط ماده اسمها جلوكوز فوسفيت بيبتون، وبعد كده اقوم جاي حاطط عليها الاورجانيزم بتاعي، فالاورجانيزم يقوم جاي راح على الجلوكوز يعمل له فيرمنتيشن، يطلع منه اسيد، بحيث بس كميه كبيره جدا من الاسيد، بحيث ان هو يقلل البي اتش تحت 4، وبالتالي الانديكيتور بتاعي يعمل اللون اللي انت شايفه قدام حضرتك ده، تمام؟ نفس فكره الاندول، بس هنا مش بشتغل على بيبتون، لا بشتغل على الجلوكوز، تمام؟ عشان هنا ما حطيتش بيبتون ووتر، هنا حطيت جلوكوز فوسفيت بيبتون عشان انا محتاج اشتغل على الجلوكوز، تمام؟ طيب الشريحه دي اللي جت في الامتحان تكتب ايه؟ يقول لك مثلا ايدنتيفاي ذس، هتقول ده ميثايل ريد تيست.
ايه البرنسبل بتاعته؟ هتقول ديتكشن الابيليتي بتاع البكتيريا تطلع لارج اماونت اوف اسيد منين؟ من الفرمنتيشن بتاع الجلوكوز الموجود في الجلوكوز في بيبتون، تمام، عشان تطلع عشان تقلل البي اتش تحت 4. طيب في الاخر قال لك ملحوظه كده ممكن تكتبها ممكن ما تكتبهاش، يقول لك التست ده لو انت يعني ايه التست ده بيتعمل ازاي اصلا؟ قال لك التست ده ان احنا بنحط الاورجانيزم في الجلوكوز في سفيت بيبتون في درجه حراره 37 لمده 24 ساعه، تمام؟ طب الكومبوننت اللي احنا لسه قايلينها جلوكوز في سفيت بيبتون زائد الانديكيتور بتاع الاسمه بتصير ريد، الرياكشن ده يا اما حاجتين طيب اوف رياكشن، يا اما طبعا نيجاتيف يا اما بوزيتيف، النيجاتيف دايما هو اللي على الشمال فيله والبوزيتيف هنا ريد، تمام؟ المثال بتاعك نفس الامثله اللي فوق، كليبسيلا والايكولاي، كليبسيلا برضه نيجاتيف والايكولاي بوزيتيف، تمام؟ وعلى فكره هما دول الاثنين بس المثالين دول سبق لو قلنا الكلمه دي، بس ما علينا، نيجاتيف وبوزيتيف، تمام؟ ده كده المثال ريد. بعد كده يا اولاد في تيست اسمه فوجيز بروسكير تيست او الفي بي تيست، الفي بي تيست، الفوجيز بروسكير تيست ده مبدئيا مش عشان احنا ما استخدموش كده عشان حاجه، عشان واحد اسمه فوجيز والتاني اسمه بروسكير، فده مش عشان حاجه يعني مش شبه المثال ريد، تمام؟ يبقى الفي بي تيست طبعا انا عارفه منين، هو ده الوحيد اللي فيه حاجه بنفسجيه جامد كده، فده اسمه فوجيز بروسكير تيست. طيب فكرته ايه؟ نفس فكره بالظبط بتاع المثال ريد، حتى اصلا مكونات يا ولاد جلوكوز فوسفيت بيبتون، تمام؟ بس البكتيريا اللي هنا برضه بتشتغل على الجلوكوز وتعمله فرمنتيشن، بس مش بتطلع اسيد، بتطلع ماده تانيه اسمها ايسيتايل ميثايل كاربينول، تاني ايسيتايل ميثايل كاربينول، الماده دي تغير لون الريجنت وبالتالي يعمل اللونين دول. لو انت واخد بالك ان اللونين هنا مختلفين عن اللي هنا، معنى كده ان الريجنت اختلف، صح؟ فمين اللي هو الانديكيتور يعني؟ طب مين الانديكيتور بتاعنا؟ قال لك الانديكيتور ده عباره عن 1 مللي من هيدروكسيد البوتاسيوم اللي هو الكي او اتش و3 مللي من حاجه اسمها الفا نافثول، دي ماده تانيه، تمام؟ طيب بس كده خلاص، خلصنا، تعالى نتكلم تاني. الشريحه اللي قلت لك في الامتحان تكتب ايه؟ هيقول لك ايدنتيفاي ذس، هتقول له ده الفي بي تيست او الفوجيز بروسكير تيست. طيب البرنسبل بتاعته هتقول له ان في البكتيريا بتعمل فرمنتيشن للجلوكوز وتطلع ايسيتايل ميثايل كاربينول، بالله ما تنساش، تمام؟ طيب رجع في الاخر برضه قام جاي قايل لك نفس الكلمه اللي قالها لك هنا، قال لك احنا بنعمل جورنج البكتيريا في الوسط يحتوي على جلوكوز فوسفيت بيبتون في 37 درجه حراره 24 ساعه، نفس الكلام المكتوب هنا، تمام؟ طيب الكومبوننت قال لك برضه نفس الكلام، جلوكوز فوسفيت بيبتون والانديكيتور هنا المختلف الواحد مللي من الكو اي اتش و3 مللي من الالفا نفسه. طيب طيب اوف رياكشن قال لك برضه يا اما نيجاتيف يا اما بوزيتيف، النيجاتيف دايما على الشمال لايت براون والبوزيتيف يوسين بينك، يوسين بينك ده اللي هو اللون البينك، بس يعني مش يوسين بينك اللي احنا حاطين هنا يوسين، لا ده البينك اللي بيطلع شبه صبغه اليوسين، فاهم حاجه؟ طيب الامثله بتاعتنا الايكولاي والكليبسيلا، لو تاخد بالك ان احنا شقلبناهم دايما كانت الايكولاي هي اللي بوزيتيف، تمام؟ هنا الايكولاي هي اللي نيجاتيف والكليبسيلا هي البوزيتيف، فاهم حاجه؟ طيب ده كده الثلاثه تيست اللي معانا. طيب هو الاندول، تعالى نراجع بسرعه مراجعه سريعه كده في دقيقه واحده، الاندول ده سميناه اندول ليه؟ بالظبط عشان البكتيريا بتحول التريبتوفان لاندول، الله عليك. طيب مكوناته كانت ايه؟ بيبتون ووتر، بالظبط كده بيبتون ووتر، والانديكيتور اللي اسمه كيفوكس، كيفوكس ريجنت. طيب المثال ريد سميناه مثال ريد ليه؟ عشان في انديكيتور اسمه مثال ريد. طب ايه الكومبوننت؟ مثال ريد وجلوكوز فوسفيت بيبتون، تمام. طب ايه الفكره بتاعته؟ بالظبط كده ان البكتيريا بتشتغل على الجلوكوز وتطلع اسيد كتير. طب هنا الفوجيز بروسكير البكتيريا تشتغل على الجلوكوز وتطلع ايسيتايل ميثايل كاربينول، طب مين الريجنت اللي هنا؟ 1 مللي من الكو اتش و3 مللي من الالفا نفسه. طيب لو انت عشان بس ما ننساهوش، كان في واحد اسمه شوجر فيرمنتيشن تيست، كان بيتكون من ايه؟ من اربع حاجات، اهم حاجه فيها كان الانديكيتور كان اسمه اندريدز انديكيتور، وكان في تيوب صغيره اسمها دورهام تيوب. طب ايه المكونين التانيين؟ الشوجر والبيبتون، تمام. طيب بعد كده الرياكشن بتاعنا كنا بنقول ان في ثلاثه، واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف واحد بوزيتيف مع بابل، تمام؟ ده كده الحاجات اللي احنا قلناها لحد دلوقتي. بعد كده يا اولاد يعني احنا كده خلصنا الفي بي، بعد كده اللي جاي بعد كده حاجه اسمها سيتريت يوتيلايزيشن تيست، هتلاقيها انبوبه اخضر خضراء كده، ده هي دي، تمام؟ اسمها سيتريت يوتيلايزيشن تيست، تاني اسمها سيتريت يوتيلايزيشن تيست. طيب سميناها سيتريت يوتيلايزيشن تيست ليه؟ بص اسمه سيتريت يوتيلايزيشن يعني استخدام السيتريت، من اسمها في بكتيريا بتستخدم السيتريت كمصدر للكربون، والكربون ده بيمدها طاقه يعني، تمام؟ حتى ده البرنسبل بتاعته اصلا، detection of the ability of some bacteria to utilize citrate as a sole source of carbon، يعني هو ده المصدر الوحيد للكربون والانرجي، تمام؟ طيب اسمه citrate utilization test. طيب الكومبوننت بتاعه بتاع ده بيتكون من ايه؟ قال لك ده بيتكون من اي ماده فيها صوديوم سيتريت، اي ماده فيها صوديوم سيتريت، والانديكيتور، والانديكيتور بتاعنا يا ولاد طبعا دي فيها حاجه زرقاء، فالانديكيتور بتاعنا اسمه بروموثايمول بلو، بروموثايمول بلو. طيب بس كده. طب الشرح اللي في الامتحان طبعا دي شرح فيها حاجه خضراء وزرقاء دايما. طب الطبق في الاكشن مين النيجاتيف ومين البوزيتيف؟ بالظبط كده، النيجاتيف دايما على الشمال، فالنيجاتيف هو الاخضر والبوزيتيف هو البلو. الامثله بتاعتنا برضو الايكولاي والكليبسيلا، خد بالك ان لحد دلوقتي الايكولاي نيجاتيف في حاجتين اللي هو الستريت، الستريت والفي بي، وبوزيتيف في حاجتين اللي هو الميثايل والاندول، تمام؟ طبعا والفايس فيرسا مع الكليبسيلا يعني اللي هو بالعكس صحيح.
تمام. الشاهد بيقول لك في الامتحان هيقول لك ايدنتيفاي ذس، هتقول له يوتيلايزيشن تيست او سيتريت يوتيلايزيشن تيست. ايه البرنسبل بتاعته؟ هيقول لك ان انا بحدد الابيلتي بتاعت البكتيريا ان هي تستخدم السيتريت كمصدر للكربون والانرجي، الكومبوننت الانديكيتور والماده بتاعتنا اللي هي الميديوم كونتيننج صوديوم سيتريت، والانديكيتور كان اسمه بروموثيمول بلو. طيب الرياكشن اما نيجاتيف اما بوزيتيف، النيجاتيف دايما على اللي هو الجرين اللي هو على الشمال، والبوزيتيف اللي هو بلو. تمام كلام جميل كده، خلصنا ولا دلوقتي اسمه سيتريت يوتيلايزيشن تيست. اللي بعده حاجه اسمها يوريز تيست، اسمه يوريز تيست. طيب سميناه يوريز تيست ليه؟ قال لك لان في بعض انواع البكتيريا عندها القدره ان هي تطلع انزيم اسمه اليوريز، انزيم اسمه اليوريز. طب اليوريز ده بيعمل ايه؟ قال لك اليوريز ده بيشتغل على ماده اسمها اليوريا، يكسرها يطلع ماده ثانيه اسمها امونيا. تمام، الامونيا دي بتزود البي اتش، الامونيا دي بتزود البي اتش. تاني سميناه يوريز تيست ليه؟ لان في بعض انواع البكتيريا عندها القدره ان هي تطلع يوريز، عندها القدره ان هي تطلع يوريز. اليوريز ده يكسر اليوريا يطلع امونيا، الامونيا تزود البي اتش. خلاص خلصنا، يلا نكمل بقى الشغل. الشريحه دي طبعا هي دي الشريحه الوحيده اللي فيها حاجه بينك فواضحه يعني. طيب لو جيت في الامتحان اكتب ايه؟ ايدنتيفاي ذس، هتقول له يوريز تيست. ايه البرنسبل بتاعته؟ هتقول سام بكتيريا او سام اورجانيزم زي حاجه اسمها البروتياس سيباشيس، دي فصيله من فصائل البكتيريا اسمها بروتياس، بتطلع انزيم اسمه يوريس انزيم. اليوريس انزيم ده بيعمل بريك داون لليوريا عشان يطلع امونيا، والامونيا بتزود البي اتش. خلاص كده خلصنا، كده خلصنا اليوز والبرنسبال. طب ايه الكومبوننت بتاعه؟ قال لك اي ميديوم فيها يوريا، اي ميديوم فيها يوريا. طب اليوريز هتجيبه منين؟ من الاورجانيزم نفسه، ما تعملش نفسك فقير بقى. يا كومبوننت حاجتين، ميديوم وانديكيتور. من الميديوم؟ ميديوم كونتيننج يوريا، والانديكيتور اسمه فينول ريد، فينول ريد، فينول ريد، تاني فينول ريد. طيب التبقى فراكشن نيجاتيف وبوزيتيف، دايما النيجاتيف فين؟ على الشمال الا في اليوريز، ده المثال الوحيد او الشريحه الوحيده اللي النيجاتيف بتاعه على اليمين يا ولاد. يبقى اليوريز، 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 يوريز، مش عايز بقولها تاني يعني. اليوريز ده هو النيجاتيف بتاعه اللي على الشمال، هو اسف هو النيجاتيف بتاعه اللي على اليمين. فيلو نيجاتيف على اليمين وبوزيتيف هو البينك، عشان لو في امتحان لو شال البوزيتيف والنيجاتيف دي فانت تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. تمام، طيب برضو المثال بتاعنا الايكولاي والبروتياس، مش الايكولاي والكليبسيلا، عادي يعني. ده كده اليوريز تيست. اخر واحد معانا ان شاء الله حاجه اسمها الهيدروجين، او ده قبل الاخير، حاجه اسمها هيدروجين سلفايد، الهيدروجين سلفايد. طيب مبدئيا ده الوحيد اللي فيه بتاع سمره كده شبه الفستان الاسمر ده، ده اسمه هيدروجين سلفايد تيست. طيب سميناه هيدروجين سلفايد ليه؟ طيب يا تعال نكمل. كنا بنقول هيدروجين سلفايد برودكشن تيست، ده سميناه هيدروجين سلفايد برودكشن ليه؟ لان في انواع، في بعض انواع من انواع البكتيريا عندها القدره ان هي تطلع هيدروجين سلفايد. طب بتطلعه منين؟ ركز بقى معايا في القصه دي. بص يا شباب، في امينو اسيد، امينو اسيد بيكون فيه محتوي على سلفر، محتوي على سلفر. البكتيريا تروح على الامينو اسيد ده اللي فيها سلفر وتقوم جايه تشتغل عليه وتطلع ال H2S اللي هو الهيدروجين سلفايد، والهيدروجين سلفايد ده اصلا غاز. قال لك الهيدروجين سلفايد ده يجي يطلع من نتيجه من التفاعل ده، نتيجه التفاعل يطلع H2S، وهو طالع هيلاقي ماده انا حاططها له في ميديوم اسمها فيرس كلورايد، اسمها فيرس كلورايد. يبقى ال H2S يتفاعل مع الفيرس كلورايد يطلع لنا فيرس سلفايد، فيرس سلفايد الاولانيه تاخد الاخيره ايام الكيمياء الجميله. تمام، الفيرس سلفايد ده انت واخده في الشابتر الثاني في الكيمياء تقريبا، ان الفيرس سلفايد ده بلاك بريسيبيتيت اللي هو الرسب الاسمر ده. تمام، والله انت خدتها قبل كده فما علينا يعني. ف طيب خلاص كده خلاص، خلصنا. تعال بقى نتكلم على طول. شريحه دلوقتي في الامتحان يقول لك ايدنتيفاي ذس، تقول له ده هيدروجين سلفايد برودكشن تيست. ايه البرنسبل بتاعته؟ تقول ان بعض انواع الاورجانيزمز عندها القدره ان تطلع هيدروجين سلفايد جاز، الاتش 2 اس ده غاز، منين منين يعني بتطلع الغاز ده منين؟ من اي امينو اسيد كونتيننج سلفر. تمام، والاتش 2 اس اللي طلع ده يكومباين مع ماده اسمها فيرس كلورايد ويعمل لنا ماده ثالثه اسمها الفيرس سلفايد. الفيرس سلفايد ده هو البريك بريسيبيتيت. تمام، طب ايه الكومبوننت بتاعته؟ بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون من الحاجات اللي احنا لسه شارحينها، يعني مثلا بيتكون من ميديوم فيها سلفر كونتيننج امينو اسيد، يعني امينو اسيد فيه سلفر زي السيستينج مثلا كده، زائد الفيرس كلورايد اللي هو هيتفاعل معاه. تمام، طيب بتبقى فراكشن برضه اما نيجاتيف اما بوزيتيف، والنيجاتيف دايما هو اللي على الشمال. هنا النيجاتيف والبوزيتيف يعني هنا مش مكتوب كويس، النيجاتيف يا ولاد اللي هو تيست تيوب نان كونتيننج بلاك بريسيبيتيت. تمام، يعني مفيش بلاك كلر زي الايكولاي كده. طب البوزيتيف قال لك اللي فيها بلاك بريسيبيتيت زي البروتياس والاستافيلو وعيله الاستاف كلها يعني، ما علينا نحفظ البروتياس بس، فاهم حاجه؟ ده كده ايكولاي والبروتياس. كده خلصنا اللي هو حوار الهيدروجين سلفايد تيست. هو فاضل تيست حاجه اسمها تي اس اي، ماشي، بس هياخد وقت اطول، فعشان كده هنقفل الركود ده لحد هنا ونعمل